بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك المباركة، وتقبل الله صومكم، وتقبل الله صلاتكم وركوعكم وسجودكم ودعاءكم في هذه الليلة الرمضانية المباركة. ونواصل إن شاء الله الليالي الرمضانية اللي نستضيف دائما فيها سماحة الشيخ ياسر الحبيب. مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. إن شاء الله إن شاء الله نبدأ في ورقة بحث يلقيها سماحة الشيخ، وبعدها نتلقى الأسئلة والاستفسارات على الأرقام الموضحة في الشاشة. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين. كنا قد ألقينا الضوء بالأمس على هذا الكتاب الذي ألفته نخبة من أبناء الفرقة البكرية، والذي زعموا فيه أنهم استطاعوا من أن يغربلوا كتاب تاريخ الطبري ليميزوا صحيحه من ضعيفه. هذا الكتاب الذي أسموه صحيح وضعيف تاريخ الطبري، وقد حققه وخرج رواياته وعلق عليه محمد بن طاهر البرزنجي بإشراف ومراجعة المحقق محمد صبحي حسن حلاق، وراجع فصولا منه وأبدى ملاحظاته كل من الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري والأستاذ الدكتور عماد الدين خليل، وبإشراف عام من الدكتور الشيخ يحيى بن إبراهيم اليحيى، كما هو مكتوب على في الصفحات الأولى من هذا الكتاب. وهذا الكتاب هو الذي أخذ منه سيناريو بعض هذه المسلسلات التي تعرض حاليا، والتي يراد منها أن توقف المد الشيعي وتحاول أن تصور العلاقة ما بين أهل البيت عليهم السلام وبين الخونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، تحاول أن تصور هذه العلاقة على غير حقيقتها. يحاولون أن يوهموا الناس أن العلاقة كانت بين الطرفين علاقة محبة ومودة وصفاء، ولم يكن الأمر هكذا. فإن أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وقفوا منذ الأيام الأولى للانقلاب الدموي الذي وقع في سقيفة بني ساعدة،
والذي أزيح بموجبه الخليفة الشرعي الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما عن الخلافة، وقف أهل البيت منذ ذلك اليوم، منذ تلك الأيام الأولى، موقفا حازما وصارما تجاه الخونة من أصحاب رسول الله كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وطلحة ثم الزبير وعائشة وحفصة ومعاوية ومن أشبه من أضرابهم. جاء هذا الكتاب لكي يستمر في مسلسل تزوير التاريخ وتحريفه وتجهيل الأجيال. وقد ذكرنا، وهذه هي نقطة الإشكال الرئيسية التي توجه إلى هذا الكتاب وإلى من قام بتأليفه أو بكتابته، الإشكال هو أن المعيار الذي اعتمدوه لتصحيح وتضعيف الروايات والأخبار لم يكن معيارا علميا منهجيا صحيحا، وإنما اعتمدوا معيارا مزاجيا خاضعا للهوى، خاضعا للمذهبية التي تجور على الحقائق. وذكرنا اعترافا منهم في هذا الشأن في مقدمة الجزء الثالث من كتاب صحيح تاريخ الطبري في الصفحة السابعة، حين ذكروا حجتهم في تصحيح روايات الزنديق الكاذب سيف بن عمر التميمي، مع أن الرجل هذا مطعون فيه من كبار أعلامهم، موصوف بالزندقة والكذب كما قاله ابن حبان وأبو حاتم والحاكم والفسوي وأبو نعيم ويحيى بن معين ومن أشبه. هؤلاء جميعا وهم أئمة الحديث عندهم طعنوا في هذا الرجل واعتبره بعضهم زنديقا، وأجمعوا جميعا على أنه ساقط الرواية، ضعيف الحديث، ليس بشيء. مع هذا نجد هؤلاء الذين لا يستحون يؤلفون هذا الكتاب ويصححون روايات هذا الرجل، لا كلها وإنما قسما منها. والمعيار في تصحيحها ما هو؟ قالوا من أجل ما سبق وضعنا بعضا من روايات سيف في قسم الصحيح بالشروط التالية، وعددوا تلك الشروط، والشرط الثالث منها قالوا بعد أن تأكدنا من خلو هذه الروايات من طعن في عدالة الصحابة أو غمز ولمز بهم وبتعاملهم مع بعضهم البعض. فهذا اعتراف منهم على بأن المسألة مزاجية، وأنه ما من منهجية علمية هاهنا. وقد تصفحنا نحن بالفعل بعضا من صفحات هذا الكتاب، فوجدنا أنهم بالفعل ينتهجون هذا المنهج، ولذلك ضعفوا أحاديث صحيحة في الواقع لمجرد أنها تشتمل على ما سموه الطعن في عدالة الصحابة. على سبيل المثال، هناك حديث صحيح رواه الطبري، هذا الحديث يثبت أن طلحة بن عبيد الله لعنه الله كان من جملة المؤلبين المحرضين على عثمان بن عفان الطاغية الثالث لعنه الله، وأنه حين طولب، أي طولب طلحة، بأن يكف الثائرين
عن قتل عثمان امتنع عن ذلك، بل وأيد هؤلاء الثائرين إلى آخر نفس. معنى هذا الحديث بطلان ما يسمى عدالة الصحابة، بطلان الأكذوبة الكبرى التي تسوق وتروج هذه الأيام أن العلاقة بين العشرة المبشرة كما يزعمون كانت علاقة المحبة والصفاء والود وما إلى هنالك من ترهات وأكاذيب. هذا الحديث يثبت أن واحدا من هؤلاء العشرة المبشرة على زعمهم كان يريد قتل واحد آخر من هؤلاء العشرة المبشرة، وكان يساعد الثائرين، وكان يحرض على عثمان بشكل صريح وواضح. الحديث صحيح، رواه الطبري في المجلد الثالث الصفحة 433 من تأريخه. قال: حدثنا عمر بن شبه عن علي عن عبد ربه عن عبده بن نافع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: قال علي لطلحة: أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان. قال: لا والله، حتى تعطي بنو أمية الحق من نفسها. هذا الحديث على ما هم رووه حاصله وهذا، أن أمير المؤمنين عليه السلام يدعو طلحة لأن يرد الناس عن عثمان، يدافع عن عثمان، لأن طلحة كان في المعسكر الآخر الذي يؤلب ويحرض على عثمان. فهنا يؤكد طلحة موقفه وأنه لن يرد الناس، بل سيظل يساندهم في الثورة على عثمان حتى تعطي بنو أمية الذين ينتمي إليهم عثمان، حتى تعطي بنو أمية الحق من نفسها. إذا عثمان نزل عن الحكم وأعطى هو وقومه عشيرته قبيلته بنو أمية الحق من أنفسهم، فحين ذاك أنا أكف الناس عنه، أما ما عدا هذا فأنا لا أكف. هذا الحديث يخرق كل تلك الأوهام التي يحاولون اليوم تسويقها للناس. العجيب هنا، أو لنقل الجريمة العلمية التي ارتكبها أصحاب هذا الكتاب، أنهم قالوا في تعليقهم على هذا الحديث من كتابهم صحيح وضعيف تاريخ الطبري في الجزء الثامن الصفحة 593، قالوا: إسناده ضعيف، وهذه كذبة منهم أو جهالة، لأن إسناد هذا الحديث صحيح لا يخدش فيه شيء. وها أنا ذا أنقل لكم سند هذا الحديث، وأقف عند كل رجل من رجال هذا السند وأقوال علمائكم فيه حتى تكتشفوا أنهم جميعا ثقات وصادقين، وبذا يكون الحديث إسناده صحيحا لا ضعيفا كما زعموا. يقول الطبري: حدثنا عمر بن شبه. من هو عمر بن شبه؟ للعلم، أي مشتغل في الحديث وفي الآثار ويعرف طرق الحديث عند أهل الخلاف يعرف من هو عمر بن شبه. هذا الرجل صاحب المصنف، صاحب كثير من يعني رجل ليس بالمجهول الحال، ولكني هنا أتحدث مع عامة الناس، لذلك أنا مضطر لأن أذكر أقوال هؤلاء، أقوال علماء الفرقة البكرية في كل واحد من هؤلاء. عمر بن شبه قال فيه أبو حاتم: صدوق.
قال فيه ابن حجر العسقلاني صدوق، قال فيه الخطيب البغدادي ثقة، عالم بالسير وأيام الناس وله تصانيف كثيرة، قال فيه الذهبي ثقة. إذن أول رجل حدث الطبري بهذا الحديث رجل ثقة صدوق محترم. قال حدثنا عمر بن شبه عن علي. من هو علي هذا؟ هذا هو المدائني، واسمه علي بن محمد المدائني. ماذا قيل في هذا الرجل؟ قال فيه يحيى بن معين ثقة ثقة ثقة، ثلاث مرات يؤكد على أنه ثقة. قال فيه الخطيب البغدادي كان عالما بأيام الناس وأخبار العرب وأنسابهم، عالما بالفتوح والمغازي ورواية الشعر، صدوقا في ذلك. قال فيه الذهبي علامة حافظ صادق، كان عجبا في معرفة السير والمغازي والأنساب وأيام العرب، مصدقا فيما ينقله عالي الإسناد، كان يصدق فيما ينقله، يعلم الناس عنه صدقه، يعلم العلماء عنه صدقه، وكان عالي الإسناد. إذن الرجل الثاني أيضا هو رجل صدوق ثقة. حدثنا عمر بن شبه عن علي عن عبد ربه ابن نافع. ماذا قالوا في هذا الرجل؟ قال فيه يحيى بن معين ثقة، قال فيه أحمد بن حنبل ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني صدوق. إذن الرجل الثالث من رجال السند ثقة صدوق كذلك. من هو بعده؟ عن إسماعيل بن أبي خالد. ماذا قالوا فيه؟ قال فيه أبو حاتم ثقة، لا أقدم عليه أحدا من أصحاب الشعبي. قال فيه أحمد بن حنبل أصح الناس حديثا عن الشعبي، شرب العلم شربا، كان متشرب للعلم، رجل عالم كبير. قال فيه يحيى بن معين ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة ثبت. إذن هذا هو الرابع، وأيضا هو ثقة صدوق ثبت، كان قد شرب العلم شربا كما يقول أحمد بن حنبل. الذي بعده عن حكيم بن جابر. ماذا قالوا فيه؟ قال فيه يحيى بن معين ثقة، قال فيه النسائي ثقة، قال فيه ابن حجر العسقلاني ثقة، قال فيه الذهبي ثقة. إذن هذا الراوي الخامس أو الرجل الخامس من رجال السند، وهو أيضا ثقة. وإلى هنا ينتهي السند. عن حكيم بن جابر قال: قال علي لطلحة أنشدك الله إلا رددت الناس عن عثمان، قال لا والله حتى تعطي بنو أمية الحق من نفسها. كل رجال السند ثقات صادقين، أثبات علماء على ما عبر أعلام وكبار الفرقة البكرية، لا الشيعة. فكيف بعد هذا يأتي هؤلاء ويكتبون في تعليقهم على هذا الحديث إسناده ضعيف؟ كيف قالوا هذا؟ إسناده صحيح، إنما ضعفوه لماذا؟ لأن الحديث يشتمل على طعن فيما يسمونه عدالة الصحابة، هذا فقط لا شيء آخر. وكم من مورد فعلوا هذا في كتابهم السخيف هذا؟ كم رواية أخذوها
وهي ذات إسناد صحيح بحسب المقاييس العلمية وأقوال علماء الحديث والرجال، ولكنهم ضعفوها لهذا السبب. والمصيبة أنهم يعترفون في ذلك، يعترفون بذلك في بعض من تعليقاتهم على الأحاديث. مثلا علقوا على هذا الحديث الذي فيه إشعار بأن عثمان يطعن في من يسمونهم الصحابة حين قال ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئا يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنيا. هذا حديث أيضا أخرجه الطبري عن عثمان بن عفان، وفيه إشارة إلى قدحه في هؤلاء الذين يسمون الصحابة، وأنهم كانوا يريدون يعني أن يأخذوا منه ما يتخذه الناس دخلا في دين الله تبارك وتعالى. تلك تهمة عظيمة. حينما وصلوا إلى هذه الرواية علقوا عليها، ضعفوها وضعوها في قسم الضعيف وكتبوا إسناده ضعيف، وقالوا كما تجدونه في هامش الجزء الثالث الصفحة 344، قالوا وذكرنا الرواية في قسم الضعيف لما فيها من عبارات لا تليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن القضية ليست علمية. يعني قل لي بربك كيف أتعامل معك، آتيك بحديث صحيح من تاريخ الطبري تقول لي لا هذا حديث ضعيف لأنه يشتمل على عبارات لا تليق بصحابة رسول الله. عجيب. هو المعتمد ما هو، السند أم أنه مزاجك وأنه ماذا تجد في الحديث نفسه؟ ما هو المعتمد في التصحيح والتضعيف؟ والطامة الكبرى أنهم يكتبون إسناده ضعيف، لا أنه مثلا يقول الحديث ضعيف حتى مثلا يعلى في متنه، أنه يقال متنه ضعيف مثلا. نحن نقصد من الضعيف أنه لا بالضرورة أن يكون إسناده ضعيفا، وإنما هو منكر مثلا، الحديث منكر، الحديث معلول مثلا في متنه مثلا، لا نقبل متن. لا لا، بكل وقاحة يكتبون إسناده ضعيف وإسناده صحيح، لكن لمجرد أنه أنت لا تريد أن تسمع أو لا تقبل حديثا يطعن في عثمان أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو معاوية أو طلحة أو من أشبه، لا تريد، وتريد أن تبقي على الوهم، تريد أن تبقي الناس مخدوعين بأن العلاقات كانت بينهم طيبة ورائعة جدا، تريد أن تبقي ذلك، فأنت بكيفك تقوم وتضعف هذه الأحاديث؟ هذه مشكلتنا في التعامل مع القوم أيها الإخوة. نأتيهم بأحاديث صحيحة يضعفونها على الهوى على المزاج، قضية انتقائية لا قضية علمية. هذا المسلسل الذي يعرض هذه الأيام، هذا المسلسل إنما ينبني على هذا الكتاب، يعني أخذوا السيناريو من هذا الكتاب، وقد رأيتم حال الكتاب ما هو، فتعلمون الآن بأن هذا المسلسل الذي يعرض هو كله زيف في زيف، كذب في كذب، تزوير في تزوير، تحريف في تحريف، هذا الذي لديه. وثم بعد ذلك يأتون ويضحكون على ذقون الناس ويقولون نحن نقدم لكم التاريخ الصحيح. لا تسمعوا للرافضة، الرافضة تقدم لكم تاريخا باطلا، تاريخا مكذوبا، والعكس هو الصحيح تماما، العكس هو الصحيح. وها نحن نتحدام أنهم تعالوا الآن وقول وأخبرونا لماذا ارتكبتم هذه الجريمة، كيف ضعفتم أحاديث صحيحة وعلى أي أساس؟ وهل هذا عذر يقبل علميا، أنه لما فيها من عبارات لا تليق بصحابة رسول الله؟
هنالك نماذج كثيرة ولكن الوقت لا يسعفني. حقيقة هنالك أمور يعني تضحك الثكلى، أنه يأتي إلى حديث هو يصححه، هؤلاء يصححونه في كتابهم هذا من تاريخ الطبري، يقول هذا الحديث الذي أخرجه الطبري صحيح، هو صحيح نقبله، إلا هذه الفقرة جزء من الكتاب من نفس الحديث، يقولون هذه يعني في النفس منها شيء، أنه لا نجل يعني عائشة أو نجل عمر من أن يتحدث بمثل هذا الكلام، أو نجل عثمان. إما الحديث يكون صحيح كله، وإما أن يكون ضعيفا كله. أما أنه أنت نفس الحديث تقطع وتقول أنه قسم منه صحيح قسم منه ضعيف، إلا كلمتين إلا ثلاث، يعني هذه مهزلة، مسخرة مسخرة. مشكلتنا أننا نتعامل مع مذهب مسخرة، مع طائفة مهزلة، ما عندهم أصول علمية، لا يلتزمون بأصولهم التي قرروها. كيف نستطيع أن حقيقة يعني نتقابل وإياهم؟ لا سبيل إلى ذلك. نرد عليهم بالعلم، يردون علينا بالكذب. نرد عليهم بتثبيت الأحاديث، يردون علينا بالبتر والاقتطاع من الأحاديث، كما كان يفعله كبيرهم الذي علمهم السحر البخاري، كما نقلناه في الليالي الماضية كيف كان يتلاعب بالأحاديث ويحرفها ويزورها. نرد عليهم بالبحوث العلمية، بالنقاش العلمي، يردون علينا بالمسلسلات والأفلام والمسرحيات وهالأشياء. نحن إنما نشفق على أبناء هذه الأمة، لا نريدهم أن يبقوا هكذا في سراب، وأن يقبلوا على أنفسهم أن يرجعوا إلى أمثال هؤلاء الذين لا يحترمون الأمانة العلمية. نريد منهم أن يتبصروا فقط، اسمعوا يا أبناء الأمة الإسلامية، اسمعوا لحجج الرافضة الذين هم المسلمون الحقيقيون، الذين رفضوا الظلم والجور والإرهاب الذي تشخص في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وبني أمية ومن أشبه، نفخر بأن نسمى رافضة. اسمعوا لحججنا ووازنوها بإنصاف بينكم وبين الله تعالى، وازنوا بينها وبين حجج، إن سميت حجج، مشايخكم هؤلاء. تعرفون أننا أهل الصدق وأهل الأمانة وأهل المنهج العلمي الصحيح وأهل الإنصاف، في حين أن أعداءنا أهل التزوير، أهل التحريف، أهل الكذب، أهل الاختلاق، أهل المزاجية والمعايير المغلوطة والكيل بمكيالين، وأهل التهريج، مسلسلات وأفلام وتمثيليات ومسرحيات وما أشبه. أنت إن كنت ذا عقل وتحترم كرامتك تعرف أي الطرفين أولى بأن يؤخذ الدين منه، وأي الطرفين مورد للاطمئنان. هداكم الله جميعا لما يحب ويرضى، وهداكم إلى دينه الحق، دين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنت سماحة الشيخ على هذه ورقة البحث القيمة إن شاء الله. ونوجه النداء إلى البكريين في كل مكان ليردوا هذه الشبهة عن دينهم وعن مذهبهم، إذا كانوا من أهل العلم، وإن كانوا من أهل الجهل فنقول هداهم الله إن شاء الله. في البداية سماحة الشيخ حبيت أسألك سؤالين، الإخوان ما يعني طالبين مني إني أسألك إياهم. بالبداية، لماذا اعتمدوا على هذا الكتاب بالذات بغض النظر عن باقي كتبهم، مع أن كتبهم كلها يعني تعج بالكذب والافتراءات؟ السبب يعني، هل تقصد تاريخ الطبري أم صحيح وضعيف تاريخ الطبري الذي ألف في صحيح عصره؟ صحيح وضعيف تاريخ الطبري.
السبب واضح وذكرته، أنه هؤلاء الذين شكلوا لجنة غربلة روايات الطبري، جاءوا وجعلوا معيارهم هو هذا، أي حديث ينفع مذهبهم صححوه، أي حديث لا ينفع مذهبهم ضعفوه. فلذلك طبعا يعتمدون على مثل هذا الكتاب ويرفعون قدره، لأنه يلبي طموحاتهم ويشبع مشاعرهم تجاه أئمتهم وخلفائهم وصحابتهم. هذا هو السبب الوحيد في الموضوع، لا سبب آخر. نعم نعم، أحسنت سماحة الشيخ. وإلا من ناحية أنه جهد علمي فالصفر، هذا أي إنسان منصف الآن لو كنت تعرضه مثلا على افرض مثلا محمود أبي رية مثلا، أمثال هؤلاء الذين كانوا في الأزهر سابقا وكان عندهم شيء من الإنصاف، تعرض هذا الكتاب الآن صحيح وضعيف الطبري على هؤلاء، ما يشترونه حتى بفلسين، يقولون هذا متناقض الكتاب وليس فيه معايير واضحة في التصحيح والتضعيف، والقضية مزاجية ومو قائمة على منهج علمي إطلاقا. أحسنت، بارك الله فيك سماحة الشيخ. وخلنا نأخذ اتصالات من الإخوان لأننا ناطرين على الخط. نأخذ اتصال من الأخ ثائر الدراجي. السلام عليكم. انقطع الاتصال من الأخ ثائر الدراجي. عندنا اتصال من عبد الله من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضل. في البدايه احييك وكل عام وانتم بخير بمناسبه الشهر الفضيل. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه، حياك الله. بس الحقيقه انا بسال الحقيقه اولا الشيخ. نعم. والشيخ يقول انه المذهب الحق انه ما يعتمد على التمثيليات او المسلسلات، هذا صحيح. ما في مذهب اصلا يعتمد على المسلسلات والتمثيليات. اي مذهب يعتمد على هالمذهب ما هو مذهب هذا، ولا يمكن ان الانسان يصدق به. نعم. لكن بس خلينا نكون منطقيين ونتكلم بصراحه نعم. وانا حقيقه بس انا ودي اذا كان الشيخ شجاع انه يجاوبني بكل شجاعه. نعم. طيب الان الحمد لله مكه والمدينه وهي مدينتين مقدستين. نعم. والحكومه حكومه ال سعود الله يحفظهم بذلوا الغالي والنفيس في خدمه هالمدينتين. نعم. ولا ينكر ذلك الا جاحد نعم. أنا بسأل الشيخ لو كان هالمذهب مثلا الجعفري حقيقة وهو المذهب الحق، ليش ما يكونون مثلهم عليهم لهم ولاية على هالمدينتين قبل آل سعود والدولة العثمانية وكانت قبلها وقبلها وكذلك قبلها الدولة نذكر الأموية والعباسية وهذا فضل من الله، وأعتقد أنه لن الله عز وجل يسلم هذه المدينتين المقدستين إلا الأهل السنة والجماعة ومن ينصرون الصحابة، وأتحدى إلى أن تقوم الساعة. فإذا استطاع الشيعة أن يستولون على مكة والمدينة، والله لا أتشيع من غدا. نعم. ولن يستطيعوا، لأن مكة والمدينة حقيقة مدينتين مقدستين، ولن يسلم الله عز وجل الشيعة أبدا. فأنتم عندكم الأشرف وضعتوه أشرف عشان قبر، قدست القبر فضعتوه النجف الأشرف، يعني أشرف من مكة والمدينة. وكذلك سامراء، ما أدري أصبحت سامراء مقدسة، متى أصبحت مقدسة؟ ما سمعناها إلا في الآونة الأخيرة. وكذلك كربلاء المقدسة، مقدسة على شنو مقدسة؟ مقدسة على قبر عشان القبور؟ نعم. احنا لا نقدس الأشخاص. يقدسون الاشخاص وهذا ما يجوز الحقيقه. نعم نحترمهم ونجلهم،
لكن ما نقدسهم أبدا. نحن لا نقدس أبو بكر ولا نقدس عمر ولا نقدس علي، نحبهم كلهم جميعا لكن ما نقدسهم أبدا، ولا نرفع ولا نرفعهم عن المنزلة التي عز وجل وضعهم فيها. شف؟ نعم. فهذا أكبر دليل على أن المذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الحق. إذا استطاع السستاني وغيرهم، ومثل ما قال عبد الحميد المهاجر، سوف أخطب لكم من مكة، وهيهات وهيهات وهيهات. نعم. أن يخطب عبد الحميد الفاجر من مكة المكررة. اللي بعده أبو عبد الله، أخوي عبد الله. لا أنا بس عشان أقول لك، يعني مكة والمدينة لن يستطيع أحد غير السنة والجماعة وصلت الفكرة أن يكونوا هم المسؤولين عنها. وصلت. هذا أكبر دليل، لأن الله عز وجل لن يسلمهم على غيرهم أبدا. حلو تعجبني. ولن تستطيع لا إيران ولا غير إيران. أوكي تعجبني إن شاء الله. الحين عندك مداخلة ثانية ولا خلاص اكتفيت؟ لا هذا أقول لك، يعني هذا خلاص. أكبر دليل على أن هذا المذهب هو المذهب الحق. حلو خلاص ان شاء الله راح الحين احول السؤال لسماحه الشيخ ويجاوبك ان شاء الله. مشكور والله يهديك ان شاء الله. حياك الله اخوي عبد الله. ناخذ اتصال من الاخ ثائر الدراجي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم اخ ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أيامكم، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. حياكم الله، رمضان كريم إن شاء الله، وحياكم الله في قناة الجهر بالولاء والجهر بالبراء من أعداء أهل البيت عليهم السلام. عندي ثلاث أسئلة لسماحة الشيخ. طيب تفضل. إن شاء الله سماحة الشيخ، قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لماذا الله سبحانه وتعالى حذر نساء النبي من تبرج الجاهلية الأولى، وما معنى التبرج في هذه الآية وما المقصود به؟ أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ، من المعلوم أنهم يستنكرون علينا أننا نطعن ببعض الصحابة ويعتبرونهم مقدسين جميعهم، ولكن ما صححه الألباني في كتابه وقال عنه صحيح أن الإمام علي عليه السلام قال والذي فلق الحب وبرأ النسمة أنه العهد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، أنه قال أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وحتى رواه مسلم. وعندنا ابن تيمية عندما في منهاج السنة عندما يقول أن أبو بكر وعمر فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون، ولم يكن كذلك علي، فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. هنا يعترف ابن تيمية، فهل هؤلاء الصحابة والتابعين هل هم منافقين؟ والمنافقين طبعا في الدرك الأسفل من النار. السؤال الثالث لسماحة الشيخ، قول في صحيح البخاري في الجزء الأول أعتقد صفحة 157 أن البر والفاجر كان يكلم النبي، هذا عندما عمر غار على نساء النبي أكثر من النبي صلى الله عليه وآله، ففي الحديث قال عمر بن الخطاب عليه من الله ما يستحق وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. هنا استنقاص من النبي وإعطاء عظمة لعمر على حساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم ينتقصون من رسول الله ولا ويعيبون علينا إن انتقصنا من أحد رموزهم. العافية والسلام عليكم ورحمة الله. لحظة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختار أنت الصراحة مداخلاتك غيمة في القنوات وأنا أشجعك على المداخلة، بس الصراحة حاشتك شوية من كلام الوهابية عليه من الله ما يستحق. المفروض تقول عمر بن صهاك لعنة الله عليه وعلى أمه وعلى أبيه. طيب سأقرأ لك قصيدة لكي يرتاح قلبك. اي والله ما يرتاح قلبي إلا تقرأ لي قصيدة إن شاء الله. إن كنت في شك ولا تدري المفر، نعم، فارفع يديك وقل إله العن عمر. أو كنت من عظم المصائب قانتا فدع القنوت وقل إله العن عمر. أو كنت تخشى من عدو غاشم أو من طريق ليس يخلو من خطر، فلعن أبو بكر وعثمان وقبل معا وبعده، اهتف إله العن عمر. لا تدعي حبا لآل محمد
إن لم تبدل براءة من عمر حب النبي وآله مع حب من عاداهم وضدان عند ذوي النظر. نعم أحسنت. وعليه من الله لعائن الله إلى يوم القيامة. طيب الله أنفاسكم وبارك الله فيكم، مشكور على هالقصيدة. هذه قصيدة الرافضية حقيقيين. ناخذ اتصال من الأخ سمير من الدنمارك. السلام عليكم. السلام عليكم. حديثي بالدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير، تقبل الله طاعتكم. مساك الله بالخير والعافية. وعليكم على جميع الأمة الإسلامية وخصوصا شيعة أهل البيت. أسعد الله إياكم. كون عليك إن شاء الله، تقبل الله أعمالك. أفتح كلامي بالدعاء. اللهم لعن عائشة وأبوها. نعم. والخبث المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. نعم. سؤالي للشيخ ياسر الحبيب بأنه أقول كيف الدول الإسلامية ومفكريهم ومراجعهم والأزهر الشريف كيف يسمحون لآل سعود أو الدولة السعودية بتغيير اسم دولة إسلامية من الحجاز إلى مدينة إلى دولة باسم السعودية؟ بأي حق بدلوا اسم هذه الدولة؟ نعم. كيف سكتوا الدول الإسلامية؟ نعم. وأريد أجاوب على هذا الأخ النابغة الصبياني السعودي اللي اتصل قبل شوية. نعم. أقول إحنا عندنا في العراق بضعة من الرسول، وكيف أصبح وكيف كانت وكيف أصبحت تحت أيدينا وكيف تطورت، ولكن كيف إذا أصبح هو نفس قبر الرسول أصبح تحت أيدينا، وإن شاء الله نتمكن وندخل بعيونهم، وإن شاء الله أهل البيت هم يرجعون، هم إحنا لحق بهم، وإن شاء الله إحنا نتطور ونسحقهم تحت أقدام ذوول آل سعود الكلاب. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال من الأخ أبو رضا من البحرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو رضا، معاكم من البحرين. حياك الله أبو رضا. حياك الله بارك الله. سماحة أستاذنا عبد الله وسماحة الشيخ ياسر الحبيب. الله يحييك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. إن شاء الله جميع يا الله آمين. اليوم وأنا أشاهد برنامج صناعة الموت على قناة العربية، كان هناك أحد الإرهابيين التكفيريين يجيب على أسئلة المذيع المحاور. فلفت انتباهي شيء، أنا أريد أن أتي فقط بتسلسل بسيط، وأنا أفضي بتمعن فيما كان يقوله يعني أبو التنظيم. اليوم كان في 10 مساء على قناة العربية. قلت أولا يعني قد يكون بعض الشيعة يعملون وفق استراتيجية خاطئة في محاربة الأشخاص، وذلك لأن من يحمل هذا الفكر العنيف هو قارئ لتراث يصل إلى 14 قرن من المآسي والآلام والاضطهاد والدماء. يعني شيء مخجل أن نأتي للغربيون ونقول تفضلوا هذا تاريخنا. طبعا هذا بالنسبة إليهم. بالنسبة إلينا نحن شيعة أهل البيت بإمكاننا أن نطرح قضية مظلومية الإمام موسى بن جعفر الكاظم في طوامير السجن، وقضية الحسين وهو يداس تحت حافي الرتيل، وهذا يعني فعلا أدركت نحن أول ضحايا الإرهاب قبلهم. عموما يعني قد يقول بعض التكفيريين البكريين الغير تكفيريين اللي ما يحملون هذه أيديولوجية الجهاد، يعني فكر يكون عارف أن التيارات السلفية عموما المذهب البكري بشكل عام ينقسم إلى عدة أقسام، منها من تكفر بعض بأنها قراءة خاطئة، قد يفسرون يقولون لا والله القاعدة قراءة خاطئة. طبعا أنا أقول أن هذه قراءة صحيحة لهم بالنسبة إليهم للفقه السقيفي والأموي وما تلاه، لكني وبعد اطلاع وقراءة في نهجهم لم أرى ما يمكن فهمه غير التطبيق العملي وبناء حركي على ذلك المنهج، فزادت قناعتي بطرح سماحة الشيخ ياسر الحبيب
الذي يضرب هذا الفكر من جذوره، لأنك لا تستطيع أن تبني بناء قويا ورصينا على قاعدة منهارة في مضمونها، وسوف يكون كمن يحاول أن يحارب الميكروبات والحشرات ويترك المستنقع الذي هو الأساس والمنهل للانحراف. فنهجك نهج طويل يا سماحة الشيخ، الله وأهل البيت معك إن شاء الله رغم العقبات والتحديات، فنحن الشيعة بحاجة إليك. واسمح لي أقولها، يا قطرة الحق على صخرة الباطل ويا شمعة الشجاعة في زمن ظلام الخوف. وقبل الختام رسالة مني إلى جميع الموالين لأهل البيت، إن لم تتمكنوا من إعطاء القليل فعلي بن أبي طالب يقول لا تبخل بإعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. هذا بالنسبة للتبرع لقناة فدك الناطقة بالحق وبصوت الرسالة المحمدية الصافية. واسمح لي على الإطالة يا أخونا. حياك الله عزيز وغالي، بارك الله فيك، تقبل الله أعمالكم، طيب الله أنفاسكم على هذه الكلمات الطيبة إن شاء الله. وناخذ اتصال من الحجاز كذلك، أبو أتعب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول لك. حياك الله يا قلبي يا أستاذ عبد الله، وحيا الله شيخنا الجليل الكبير ياسر الحبيب. وأنا عندي المداخلة هذه بس أبرد على اللي يقولوا إنه اللي يمسك الشيء هو على الحد. لا كان ذلك أقول لك أن النمرود على حق وفرعون على حق وانه اسرائيل على حق، لان لا تحكم في على ما هم يزعموا القدس انه من ثلاث المساجد. فهذا برد عليه اقول له يعني عمر اللي يمسك الحكم ما هو معناه هو اللي على الحق او هو صاحب الحق. فلو نجي ننظر من عهد سيدنا ادم الى الان دائما اهل الحق هم الضعفاء المستضعفين، هو اتبعوا المستضعفون، موسى اتبعه المستضعفون، سيدنا محمد اتبعه المستضعفون. يعني في بداية الإسلام كان من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان معه إلا عمار وبلال وهذه الناس الضعفاء. يعني فلو قسنا الشيء إن الغلبة هي لأهل الحق فهذا يعني معناه إن كل الظلمة هم على الحق. ونسألكم التعاون، جزاكم الله ألف 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 خير. حياك الله، بارك الله فيك أخينا، وتقبل الله أعمالكم، ونشكركم على هذه المداخلة الطيبة. وناخذ اتصال من الأخ حيدر أبو صادق من بغداد. حيدر أبو صادق من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم أخ حيدر. السلام عليكم كريم، علينا وعليكم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال إن شاء الله. سلامي لك أخ عبد الله والشيخ ياسر الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أكحل عيني وإذاني لأنه اليوم ماكو كهرباء، ذاك قبل أسابيع كحلت بس إذني لأن كان ماكو كهرباء. الله يعينكم إن شاء الله، الله ينتقم من الظالم. الله يسلمك، الله يعزكم، الله يخليكم. يا ابو مداخله صغيره ان امكن. تفضل. جزاك الله الف خير. حقيقه استغرب يعني حقهم اللي المخالفين التاريخ يجيهم اعوج، لان احنا حاليا التاريخ مالتنا حاليا قاعد يمجد صدام، الطاغيه صدام. نعم. يعني يمجد الطغاة، فكيف لا يحرف عدهم؟ يعني حاليا الكتب قاعد تذكر صدام قائد الامه، بطل الامه، هو هذا المجرم السفاك، دمر العراق، نهب خيرات العراق. نعم. فحقيقه هاي مداخله انا بسيطه وحبيت اسلم عليكم ان شاء الله. نعم. ورمضان كريم علينا وعليكم علينا ان شاء الله. عليك، وتقبل صيامكم وغيامكم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. الله يعزكم. واسال الشيخ يعني امانه للشيخ ان يدعي لنا هذه الليله بقضاء الحوائج بحق محمد وعلي محمد إن شاء الله. سجل الدعاء لكم إن شاء الله. حياك الله أخوي حيدر، تقبل أعمالكم. أدعو إن شاء الله لكم إن شاء الله تعالى بحوله تعالى. أحسنت. ناخذ الاتصال من أحمد من جدة، السلام عليكم. السلام
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة بس لي مداخلة بسيطة أتمنى. تفضل. أنا يعني حكاية أنه نحن الآن كسنة أصبح عندنا توجه لتقبل الشيعة كمذهب أو المذهب الشيعي. نعم. بدون أنه نذكر أنه مذهب ضال، الآن في توجه بشكل شامل أنه هذا مذهب شئنا ما بينه. نعم. بدون أن نذكر الضلالة وأنه مذهب فاسد أو مذهب ضال أو من هذا. نعم. ولكن نلاحظ أن الشيخ يذكر دائما عن المذهب السني أول مذهب الحنبلي أنه مذهب ضال ومنها القديم. نعم. أنا أتمنى أنه يعني أنه لكم دينكم ولي دين. نعم. أنتم تواصلوا على مذهبكم ونحن نواصل على مذهبنا، تطرح حقائقكم نطرح حقائقنا نطرح وجهات نظرنا. نعم. وتمشي القافلة، يعني ما في داعي أن السباب واللعن هذا بس وجهات نظرنا. أحسنت، شكرا على المداخلة اللطيفة، وراح إن شاء الله أحول السؤال إلى سماحة الشيخ ويجاوبك عليه بكل احترام وبكل تقدير إن شاء الله. بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ عماد اللامي من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، وإن شاء الله الله يوهبنا الصحة والعافية لقيامه وصيامه بحق محمد وآل محمد. أحسنت، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله. عزيزي أحب أوجه، يقوم بعض الوهابية بالتحريك لعدم إيقاف عرض مسلسل معاوية والحسن والحسين عليهم السلام. نعم. ونعلة الله على معاوية وعوانه. نعم. من إنتاج الناصب الكويتي محمد سامي العنزي. نعم. فأنا أوجه ومن خلال قناتكم للحكومة العراقية اللي راح أخليها بين قوسين الشيعية. نعم. للتصدي لعدم عرض وتجسيد الإمام الحسن والحسين في هذا المسلسل. نعم. وتشويه صورة الإمام الحسين وجعل الإمام الحسين في مقام معاوية نعلة الله عليه. فأرجو الرد على هذا. نعم. أحسنت، بارك الله فيك، وإن شاء الله أنا راح أطرح هذا الطرح وصوتك وصل إن شاء الله حق اللي يسمع إن شاء الله. إخواني ناخذ اتصال بس من الأخ أثير زيادي من النرويج، وبعد الاتصال إن شاء الله خلينا نبدأ نجاوب الأسئلة. تفضل الأخ أثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أثير، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. حياك الله، تقبل أعمالكم إن شاء الله. الله يسلمك يا الطيب. حيا الله الشيخ ياسر الحبيب، حياك الله. الله يسلمك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عندي عدة أسئلة لسماحة الله. الشيخ ياسر الحبيب، تفضل. السؤال الأول، هل عائشة من أهل البيت؟ وهل وردت رواية تقول أنها من أهل البيت سلام الله عليهم؟ نعم. صحيح. أما السؤال الثاني، نعم، هل الأشاعرة والمارتردية كفار بعد تكفير الفوزان لهم؟ نعم. نعم الله عليك. أما السؤال الثالث، نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. لعن عمر وإن شاء الله تتذكر سؤالك. نعم. لعنة الله عليه. سماحة الشيخ، هل حكم البكرية والوهابية واحد؟ وما رأيك بقول الإمام الصادق عليه السلام الناصبي حلال دمه وماله، فهل ينطبق هذا القول على الوهابية؟ أما السؤال الرابع، سماحة الشيخ، هدف الوهابية في مسلسلاتهم وشيوخهم الآن يحاولوا أن يقنعوا عوام السنة والشيعة بأنهم لم تكن هناك خلافات بين الثلاثة الأوائل وبين الإمام علي سلام الله عليه، وتمادينا بالسكوت حتى ظهرت مسلسل الحسن والحسين، وتصور أن يزيد ومعاوية كذلك لم يكون على خلاف مع أهل البيت سلام الله عليهم. أما السؤال الخامس، بعض الاتجاهات الشيعية تحاول أن تقنع عوام الشيعة بأن أبو بكر وعمر ليسوا من النواصب. سماحة الشيخ،
بيتك الذي قرأته في عرعور لعنة الله عليه: إني لا أعجب بمن في عجيزته من المني بحور كيف لا يلد. قد تم قراءته في قناتهم، وأنا أقصد قنوات الوهابية، لكن السؤال هنا: البيت هل هو لدعبل الخزاعي؟ وأين أجد بقية القصيدة؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إن شاء الله راح نجاوب على كل هالأسئلة، بس إخوان خلاص إن شاء الله توقفون تلقي الاتصالات ونبدأ بالإجابة. سماحة الشيخ، بالبداية الأخ عبد الله من الحجاز، مداخلاته لطيفة دائما، شوي يعني ظريفة مداخلاته، حتى الإخوان يحاولون يردون عليه دائما المتصلين، مع أن المفروض يعني الشيخ هو اللي يرد، بس عادي مو مشكلة. بالبداية بداية المداخلة يقول: المذهب الحق لا يعتمد طبعا على التمثيليات والمسلسلات، وإحنا مذهبنا ما يعتمد على هذا الشيء، ويجب أن نكون منطقيين. وبعدين قال الشيخ: إذا كان شجاع يجاوبني، طبعا هو يوجه لك التحدي. يقول: مكة والمدينة طبعا كانت من البداية حكوماتها على حد تعبيره حكومات سنية، من بدايتها كانت مذهب حكومة بني العباس وغيرها، وصولا إلى حكومة آل سعود. فلو كان المذهب الجعفري على حق لكانت ولاية هاتين المدينتين للشيعة. وطبعا يقول الله ما يسلم هذه المدينتين إلا للسنة، وإذا استطاع الشيعة الاستيلاء على هاتين المدينتين والله سيتشيع، هو الأخ يحلف والله سيتشيع. وكذلك تطرق إلى موضوع النجف الأشرف، وأنه جعلته أشرف مدينة لأنك فقط به قبور، وكربلاء كذلك، وأول مرة أسمع سامراء كذلك مقدسة. وأكبر دليل على أن مذهبنا على حق أن لدينا السلطة على مكة والمدينة، وركز على هذه المداخلة وإن شاء الله نجاوب عليها. تفضل سماحة الشيخ. يعني أظن أن الأخ الآخر الذي اتصل من الحجاز أو من نجد كفانا مؤونة الرد، وضرب مثالا لطيفا، وهو أنه لو تم أو لو كان صحيحا قول الأخ عبد الله لكان اليهود أيضا على حق، إذ إن القدس وهي أيضا كما نعلم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين هذه بيد اليهود الآن، فهل معنى ذلك أنه هم على حق؟ الغلبة لم تكن أبدا ولا تكون أبدا معيارا لتمييز الحق عن الباطل، إنما هذا منطق الطغاة في الواقع. ولو كان الأمر هكذا يعني ينبغي أن نبني عليه لكان ينبغي أن يقال إن المشركين قبل الفتح الإسلامي لمكة في السنة الثامنة من الهجرة كانوا على حق، كان بيت الله الحرام في يدهم لعشرات السنين بعد أبينا ونبينا إبراهيم صلوات الله عليه، بل حتى قبل ذلك، لأن الروايات التاريخية تذكر أن أول من يعني حدد حدود البيت الحرام كان في الواقع هو آدم صلوات الله عليه. فمكة المكرمة زادها الله عز وجل شرفا، إذا أخذنا مجمل التاريخ الإنساني فإنها كانت في معظم هذا التاريخ بيد المشركين والمنحرفين وما أشبه. وحتى مع بداية الإسلام، على الأخ أن يتأمل وأن يلاحظ جيدا التاريخ الإسلامي جيدا، في فترة ما من تسمونهم أنتم الشيعة القرامضة، ونحن لا نعتبرهم شيعة على العلم، يعني كانوا طائفة منحرفة عن الشيعة إسماعيليون، على أي حال أنتم تقولون هكذا أنهم الشيعة القرامضة، هؤلاء جاءوا واستولوا على مكة المكرمة وأخذوا معهم حتى الحجر الأسود. والحجر الأسود هل يمكن لنا أن نعتبر أنهم على حق لأنهم استطاعوا أن يستولوا على الحجر الأسود وأبقوه عندهم سنة أو سنتين ثم بعد ذلك أرجعوه؟ يعني لا يقول عاقل هذا الكلام، وأنا أربع بهذا الأخ أنه
يعني يتصاغر في إدراكه العقلي إلى هذه الدرجة. يعني عليه أن يعلم أن هذا الذي يقوله لا يعتبره حتى علماؤه حجة ويستحون من ذكره. ثم إني أعجب حقيقة من أنه يعني يمتدح آل سعود وهو يعلم بطغيانهم ويعلم بفسقهم، ولا أظنه يعني في قرارة نفسه يجحد ذلك، قد يجحده بلسانه لكنه يعلم ذلك بقرارة نفسه، يعلم بأن آل سعود يعني اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا، أخذوه لأنفسهم واكتنزوا كل هذه الأموال التي هي من قوت الشعب، في حين أن كثيرا من أبناء هذه الديار ما زالوا عاطلين عن العمل. حتى قبل فترة أنا قرأت ضمن الإحصاءات الرسمية أنه ربع الخريجين عاطلين عن العمل، فكيف بغير الخريجين، فيما آل سعود هم ينعمون بالقصور وبالجواري وبالسيارات الفارهة وبالطائرات والأرصدة المتراكمة في سويسرا وبلاد الغرب وما أشبه، كيف يقبل على نفسه وهو العربي، ونحن نعرف من العربي الأنفة والغيرة والفخر والإباء، كيف يقبل على نفسه أن يقال له أنه عبد لآل سعود؟ قد يقول كيف أنا عبد لهم؟ أقول لأنك تسمي نفسك سعودي. ما معنى سعودي؟ يعني أنت تابع لهذه العائلة. أساسا حقيقة أنا جدا متفاجئ، لولا أني أعيش في هذا الزمن لكنت ربما أظن ذلك أشبه بالحلم، يعني لا أظن هكذا، أنه لو يرجع الزمان إلى الوراء مثلا، إلى مثلا نفرض 400 سنة قبل، ويقال لأهل ذلك الزمان أنه تخيلوا أن تأتي عائلة من عوائلكم وتستولي على الجزيرة المحمدية أو الجزيرة العربية، وتجعل اسم هذه الجزيرة باسم هذه العائلة، ثم تجعلكم جميعا أنتم تنتسبون إليها رغما عن أنوفكم، تسمي كل واحد منكم بأنه سعودي، أي ينتسب إلينا شاء أم أبا. لاعتبروا ذلك، لو قلنا لهم ذلك قبل 400 سنة مثلا، قبل 500 سنة، لو قلنا لكم ذلك لقالوا بأنه هذا ضرب من الخيال. ماذا تزعمون؟ ماذا تقولون؟ نحن عرب، هذا فلان عنزي، وهذا فلان رشيدي، وهذا فلان مثلا القبائل المعروفة اللي موجودة، دوسري وكذا وإلى آخره، تلك القبائل العربية الأصيلة. كيف أنت رجل دوسري مثلا، كيف تقبل أن يقال لك سعودي؟ أنت مو سعودي، أنت عربي. إن أردت حقيقة أن تنتسب إلى أحد وتسمي هذه البلاد باسم معين، فأصدق ما يمكن أن تسمى به الجزيرة المحمدية، نسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله الذي ظهر في هذه الجزيرة. كان ينبغي لك أن تفخر بأن تقال أنا محمدي مثلا، تنتسب إلى هذا النبي العظيم سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. أما أنه تنتسب إلى آل سعود، تقبل على نفسك أنا سعودي، تفترض هكذا أنه أنا يوما ما أجي وأفتح أيضا بلادكم وأستولي وأسميها المملكة العربية الياسرية مثلا، أو الحبيبية، شلون أسميها؟ فتقبل على نفسك أنت باشر أنه تقول أنا ياسري أو حبيبي، شنو هذا الكلام؟ يعني قليلا من احترام كرامة الإنسان. مع الأسف أنتم لا أدري كيف غفلتم عن كرامتكم وأنتم العرب، يعني والعرب معروفون بأنه عندهم هذا الإباء وعندهم يعني هذا الفخر، كيف أهملتم أنسابكم وأحسابكم وجعلتم أنفسكم عبيدا قنا لآل سعود؟ على الأقل كان الانتساب الآن، ما اسم المملكة هذه؟ المملكة العربية السعودية. أقلا انتسبوا إلى العرب، قول أنا عربي، المملكة العربية السعودية، قول أنتسب إلى هذه الكلمة الوسطى. ما نقبل جنسية يقال لها جنسية سعودية، قول جنسية عربية.
مثلا انظروا كيف أوقعتم أنفسكم مع الأسف في يعني مثل هذا الذل، وثم تزعم بأنه لأن لهم الغلبة على مكة والمدينة فإذا هم على حق، وتدعو لهم بطول البقاء. ويحك يا رجل، وويحك مو مثل ويلك، ترى ويحك كلمة رحمة كما بيناها سابقا يعني حسب اللغة العربية. فأقول ويحك، عد إلى رشدك، لا تقبل على نفسك أن تفكر بهذا المنطق أصلا. هذا منطق يجعلك تخسر كرامتك، تخسر إنسانيتك. ثم اعلم بأنه عاجلا أم آجلا ستكون الغلبة لنا على مكة والمدينة، هذا أمر أراه الآن، لا فقط بحسب المؤشرات التي نراها، وأنه يوما بعد يوم بحمد الله تعالى يتشيع المزيد من نفس أهل مكة، من نفس أهل المدينة، وسنشهد في المنظور المستقبلي سنشهد ثورة شعبية داخلية من نفس هؤلاء المتشيعين يعيدون فيها الحق إلى نصابه، ويعيدون مكة والمدينة إلى السيادة الإسلامية الحقيقية، السيادة الإسلامية الشيعية. لا أقول فقط هذا الكلام واثقا من هذه الجهة فقط، من جهة المؤشرات والأرقام، وأنت بنفسك سمعت قبل قليل بأن أحدا قد اتصل وهو من أبناء مذهبك، قال نحن عندنا الآن كحالة شعبية قبول أكثر بالمذهب الشيعي. هنالك واقع لا تستطيع أن تغيره الآن، أنه التشيع في تقدم، في انتشار، في تمدد في بلادكم، في نفس مكة، في نفس المدينة، في نجد، في القصيم، في تلك المناطق التي كانت أبعد ما تكون عن التشيع، يدخلها التشيع بحمد الله تعالى، ويتشيع الكبار والصغار والرجال والنساء. لا أقول كلامي من أن سنشهد إن شاء الله يعني غلبة شيعية أو سيادة شيعية أو تحريرا شيعيا للمدينتين المقدستين بسبب هذه الأرقام وهذه المؤشرات، وإنما وثوقا بوعد الله عز وجل في كتابه وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وآله، عاجلا أم آجلا سيظهر ذلك الإمام الذي ادخره الله عز وجل لإقامة دولته العادلة على الأرض، وسيتولى الحكم في جزيرة جده محمد صلى الله عليه وآله، وسيظهر البيان الأول منه بين الركن والمقام في مكة المكرمة، وسيأتي وسيخطب على منبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة. هذا أمر نؤمن به، ويفترض أنت أن تؤمن به كذلك. ألا تؤمن بقضية المهدي؟ وإن اختلفنا في شخصيته، لكن الأحاديث عندكم صحيحة في هذا الشأن، هذا المفهوم أو هذا الاعتقاد موجود، صححه علماؤكم أنه تؤمنون بأن رجلا مهديا من سلالة النبي صلى الله عليه وآله هو الذي سيتولى الحكم عاجلا أم آجلا في البلاد الإسلامية أجمع، وستجتمع عليه هذه الأمة كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومعنى ذلك أن حكم بني سعود أو آل سعود سوف يسقط عاجلا أم آجلا، فإذا ستعود الغلبة لنا، وسترى أنه خطباء الشيعة يخطبون على منبر مكة والمدينة. ولعلك جاهل بالتاريخ، لا تعلم أنه كان الشيعة يخطبون إلى عهد قريب، إلى ما قبل هذه الدولة السعودية الثالثة. اقرأ تاريخ شرفاء مكة وحتى تعرف بأنه في نفس المسجد الحرام في مراحل معينة من حكم شرفاء مكة كان هنالك صلاة جماعة بإمامة الشيعة بعد صلاة جماعة المخالفين، كان هنالك إمام شيعي يأتي ويصلي بالشيعة في باحة المسجد الحرام، وكان هنالك منبر للشيعة، كما أنه كان هنالك منبر للشوافع ومنبر للحنابلة ومنبر للأحناف، وكانت أصلا لهم زوايا معروفة في المسجد الحرام يلقون فيها العلم وحلقات العلم. اقرأ، هذا التاريخ موجود ويقر به علماءك، بل إنه آل سعود لما استباحوا
مكة المكرمة كان من جملة ما جعلوه ذريعة لهذه الاستباحة أن شرفاء مكة فتحوا المجال لأهل البدع كما يقولون بين قوسين، أنه من أهل البدع الشيعة وغيرهم، أنه فتحوا لهم المجال أنهم كانوا يعني يقومون بما يقومون في المسجد الحرام. فإذا لما تقول أنه لا يمكن وأتحداكم أنه خطيب شيعي يأتي يخطب في المسجد الحرام، ليش يا أخي؟ كان هذا موجود سابقا قبل هذه دولتكم السعودية الثالثة، مع أنه شرفاء مكة أيضا كانوا نواصب للعلم، يعني ما كانوا، لكن درجة نصبهم كانت أقل من درجة نصب وإرهاب آل سعود. هذا فقط، وإلا ارتكبوا أيضا بعض المجازر في حق بعض علماء الشيعة في مكة المكرمة. فإذا ليس صعبا أنه في المستقبل تجد أن خطيبا شيعيا يصعد المنبر مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعلك تراني هناك، وإن شاء الله تراني لا تخف. نكمل في دا عند مداخلة بعد على موضوع النجف، أنتم تقولون عنها أشرف مدينة، كربلاء مجرد فيها قبر وكذلك سامراء، ممكن بس رد بسيط على هذه المداخلة؟ يعني هذه أيضا مع الأسف يعني هذا هراء في الطرح، يعني أيضا الرجل لا يعرف. نحن مثلا لا نعتبر النجف أشرف مدينة في الواقع، إنما نسميها أشرف يعني مجازا، وإلا كربلاء عندنا هي أقدس من النجف الأشرف للعلم. نسميها الأشرف لمحل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولوجود أنبياء الله العظام فيها كآدم وكنوح وكهود وصالح عليهم السلام، ولوجود الأولياء فيها كذلك. هذه كلها مجازيات في التعبير، يعني ليس هنالك يعني ليس هنالك معنى حرفي لمثل هذه التعابير. أما أنه لم يسمع سامراء بأنها مقدسة من ذي قابل، فهذا يعني أمر هو يعني يرد عليه الإشكال فيه. سامراء تسمى مقدسة منذ قرون في اللسان الشيعي، يقول الآن نحن نسمع أنها مقدسة، من قال لك يا أخي؟ كل مدينة وكل موطن فيه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام، تصبح هذه المدينة مقدسة لا شك. وتستهين بأنه مدفون هناك، فإذا معنى ذلك بأنه لماذا نقدسها؟ لوجود قبر؟ سبحان الله. أولا تعلم بأنه حجر إسماعيل هذا الذي في المسجد الحرام وضع حجرا، ووضع هذا الحائط المتدني عليه حتى لا يطأه الناس، حتى لا يمشي عليه الناس أثناء الطواف، إكراما لمن دفن فيه، وهي السيدة هاجر عليها السلام. وهنالك أيضا روايات تقول أن بعضا من أنبياء الله السابقين مدفونون هناك. أتعتبر أنه مدفن نبي أو إمام أو خليفة شرعي أو ولي من أولياء الله تعالى أمر هين يعني لأنه لمجرد قبر نحن لا نقدسه؟ من قال لك هذا؟ هذا أصلا مخالف للعقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية تحترم قبور الصالحين وتعظم الصالحين بتعظيم قبورهم، بأن تسلم عليهم، بأن تزورهم، بأن تحفظ كرامة القبر. لا يوطأ مثلا، لا يجوز أن نطأ حتى قبر الإنسان المسلم العادي. قبر النبي صلى الله عليه وآله لماذا بنيت عليه قبة وأنتم من بنيتموها؟ لماذا؟ إكراما للنبي صلى الله عليه وآله. لا علاقة لنا ببعض الشذاذ منكم الذين يقولون ينبغي هدم هذه القبة كابن عثيمين والألباني وغيره الذين يعتبرونها بدعة. إن لم يكن لقبر النبي أو الوصي أو الولي حرمتان أو فائدة، فقل لي لماذا تقول أمكم عائشة في كتب الحديث عندكم ارجع تقول أنه لما كان يصيبنا القحط كنا نأمر بأنه سقف قبر النبي صلى الله عليه وآله نكشفه حتى يعني يكون القبر تحت السماء مباشرة، فالله عز وجل كان
ينزل علينا الغيث ويمطر السماء إكراما لكشف قبر نبيه صلى الله عليه وآله. هذا تقوله عائشة لا يقوله الشيعة، فهل تعتبر عائشة هنا قبورية تعظم القبر؟ نعم تعظم القبر. ثم ماذا؟ يعني لا تخدعنكم أقاويل الفرقة الوهابية المبتدعة التي تحاول أنه تهتك المقدسات بهذا. كل ما شوف، لاحظ القاعدة هي هذه، كل ما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بنحو من الأنحاء يكتسب قدسية. يعني مثلا هنالك دار للنبي في مكة، كانت دار خديجة صلوات الله عليها، هذه ينبغي أن تقدس، أن تحترم، يتبرك بها، لأن النبي كان يعيش في هذا المكان. لكن الذي صنعته الفرقة الوهابية مع جلاوزة آل سعود أنهم هدموا هذه الدار وجعلوها مرافق مياه ولا يستحون. كل ما ينتسب إلى النبي يقدس، يحترم، يعظم، يتبرك به. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتبركون بنخامته، يتبركون بفضل ماء وضوئه، بشعره، بنعله، بردائه، لما لا يتبرك بقبره؟ ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مع الزمان غواليا؟ هكذا تقول الزهراء صلوات الله عليها، تأخذ قراب تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله تشمه وتقبله وتضعه على عينك تعظيما وإكراما، تقبل ضريح النبي صلى الله عليه وآله لانتسابه إلى النبي بهذه العلقة، بهذا الانتساب تتبرك بذلك. لا تقول هذا الضريح حديد شنو يفيدني. صحيح إذا اعتقدت أن هذا الحديد يفيدك فأنت منحرف، الحديد بذاته لا، وإنما أنت تقبل هذا الحديد الذي هو الضريح أو هذه الفضة إكراما لمن حواه. جاء واحد من علمائنا إلى ملككم السابق هذا المقبور فيصل، وفي إحدى المؤتمرات في مكة في الزمان القديم كان يستقبل هذا أحيانا بعض علماء الشيعة، فجاء إليه وقدم إليه هدية، مصحفا شريفا نفيسا. فلما قدمه إلى ملككم هذا أخذ المصحف وقبله، وثم أعطاه إلى معاونه حتى يذهب به إلى خزائنه. فقال له هذا العالم الشيعي أنه يا جلالة الملك، لماذا قبلت هذا القرآن وهو مجرد جلد وورق وحبر لا شيء آخر؟ أتظن أن الجلد والورق والحبر هذا يفيدك؟ قال لا، إنما قبلته تعظيما لما فيه، وهو أنه يحوي كتاب الله عز وجل وآياته البينات. قال فكذلك نحن لما نقبل ضريح النبي أو باب مسجد النبي أو أرضية المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فنحن لا نعتقد بأن هذا الحجر يضر وينفع، وإنما نعتقد بأنه لانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وآله بهذه العلقة الاعتبارية فإنا نحصل على الكرامة وعلى البركة من وراء ذلك، فنعظم النبي بمثل هذا التقبيل. أنا ذات مرة ذهبت إلى في إحدى سفراتي للحج، ذهبت ولما أيضا كعادتي يعني دخلت المسجد النبوي الشريف، فوصلت إلى ما يقارب قبر النبي صلى الله عليه وآله، فأوطأت رأسي إلى الأرض وقبلت الأرض، قبلت الأرض، هذا الرخام اللي موجود قبلته. فجاءني اثنان من شرطة، كانوا مو هذول الآمرين بالمنكر والناهين عن المعروف، جاءني اثنان قالوا تعال شو تسوي انت هنا؟ قلت له قبلت الأرض. ثم ماذا؟ قال انت شيعي مو؟ قلت له اي شيعي. قال ليش تفعل كذا؟ قلت له اي افعل كذا احتراما للنبي صلى الله عليه وآله وتقديسا وتبركا بأرضية مسجده، أقبل الأعتاب، أقبل الأرضية، ما شأنك بي؟ الحمد لله الله عز وجل يعني جعلهم يمتنعون عن اعتقالي أو شيء من هذا القبيل وتركوني. فشاهدي هو هذا، أنه عليك أن تفهم الحجر الأسود هو حجر لا يعتقد أنه هو بذاته يضر وينفع، وإنما تعظيما لمن عظمه وهو الله عز وجل، جعل هذا الحجر معظما وجعله يشهد على الناس
في يوم القيامة نحن نقبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. فلا تجعل نفسك هكذا يعني ضعيف الفكر ضعيف الإدراك بحيث تعتبر أنه مجرد قبر مجرد قبلة مجرد كذا، هذا ليس بشيء، هذا من انحدار الفكر عندك مع الأسف الشديد. فيك سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسك على الإجابة الدقيقة والشاملة. الآن نأخذ سؤال وأسئلة المتصل الأخ ثار دراجي من العراق. وسؤال الأول تعقيبا على الآية التي تقول يا نساء النبي غرنا في بيوتكن، مضمون الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، فيقول ما هو تبرج الجاهلية ولماذا حذر من تبرج الجاهلية بالضبط وكيف طريقة تبرج الجاهلية؟ هذا أمر ذكرناه من واقع الروايات والأحاديث الشريفة في كتابنا كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، وقلنا إن هذا التحذير الإلهي لنساء النبي صلى الله عليه وآله ناظر إلى ما كان سيقع فعلا من عائشة، فإنها حين خرجت لم تخرق فقط شطر الآية وهو القرار في البيت حيث يقول سبحانه وقرن في بيوتكن، وإنما خرقت أيضا الأمر الآخر وهو ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى أنه كانت الأقوام السابقة من بينها مشركو قريش وكذلك أقوام الأنبياء السابقين كانت نساؤهم متبرجات، كنا يلبسن المعصفرات كنا يلبسن المورد ويخرجن متبرجات ويختلطن بالرجال، هذا عينه الذي صنعته عائشة، فإنها خرجت في معركة الجمل متبرجة كما أثبتته الأحاديث والأخبار والمؤرخون، وكانت تبدي شعيراتها للناس وخرجت متبرجة، بل إنها كانت حتى حينما تذهب إلى الحج في السنوات التي قبل ذلك وبعد ذلك كانت تخرج متبرجة وتلبس ثيابا ذات لون أحمر أو وردي مشع حتى تلفت إليها أنظار الرجال، وكانت ترفع صوتها في التلبية كما يقول الألباني حتى تسمع الرجال، فكانت تتعمد أنه تلفت أنظار وأسماع الرجال إليها، وهذا هو التبرج. ولنا في هذا الشأن محاضرة مفصلة بعنوان أيتها المؤمنة حجابك حجاب الزهراء أم الحميراء، وكنا ننصح الأخوات المؤمنات أن لا ينسقن إلى حجاب الحميراء، ولأنه الحجاب هذا اللي مع الأسف الآن موجود في الشوارع، يعني النساء المؤمنات يتصورن أن هذا حجابا شرعيا صحيحا وليس بحجاب شرعي، هذا الصحيح على ما فصلناه، هذا كان حجاب الحميراء يعني هكذا كانت هي ترتدي، فعلى المرأة المؤمنة أن تلتفت وأن تلتزم بحجاب الزهراء البتول صلوات الله عليها وتكون محتشمة تمام الاحتشام. الأدلة ذكرناها في تلك المحاضرة، من أراد من الإخوة بمن فيهم المخالفون من أرادوا أن يعرفوا حقيقة كلامي هذا وأنه هل كانت عائشة متبرجة أم لا، فما عليهم فقط إلى أن يرجعوا إلى هذه المحاضرة حجاب أيتها المؤمنة حجابك حجاب الزهراء أم الحميراء، عقدت أنا مقارنة بين حجاب الزهراء عليه السلام وكيف كانت تخرج وحجاب الحميراء عليها لعائن الله وكيف كانت تخرج، وذكرت الأدلة من كتب أهل الخلاف. نعم أحسن سماحة الشيخ. في كان عنده سؤال ثاني الأخ ثائر اللي يقول، طبعا بالبداية عرض الحديث الذي يقول لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، ويذكر كلام ابن تيمية أنه قال في كتابه ذكر أن كانوا الصحابة على حد التعبير أبو بكر وعمر محبوبون من المؤمنين أو المسلمين، ولكن هناك بغض لأمير المؤمنين، فهل يعتبر هذا نفاق؟ ويقول على هذا السؤال
سأل السؤال لماذا ينكرون علينا لأننا نلعن الصحابة؟ ونفس أبو ابن تيمية ذكر أن بعض المسلمين يبغضون عليا لشيء في قلبهم عليه. هذا الإشكال يتوجه إليهم بطبيعة الحال، لأنهم أولا هذا ينقض الوهم الذي يحاولون تسويقه من أنه كانت العلاقة بين من يسمونهم صحابة علاقة طيبة وعلاقة أريحية. ابن تيمية ينقض ذلك، والله عز وجل ينطقه بالحق من حيث لا يشعر، لأنه كان في سياق الرد على العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، فقال بأنه كثير من الصحابة كانوا يبغضون عليا وهذا لم يتحقق لي أبي بكر وعمر وعثمان. فما دام الأمر هكذا، ونعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا، نعلم أن كثيرا من هؤلاء الذين تسمونهم صحابة هم في الواقع منافقون أو أبناء زنا، فلما نعاديهم أو نلعنهم فنحن لا نكون قد ارتكبنا محذورا شرعيا، ولا أقل من أن اجتهدنا فأخطأنا، والله عز وجل يعطينا أجرا واحدا، فما شأنكم وإيانا؟ نعم أحسنت سمعت شيخ. وعنده سؤال أنه في صحيح البخاري ذكر أن البر والفاجر كان يكلم النبي عندما يعني يعرج على حادثة عمر عندما قار على نساء النبي، والنبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله ليس لديه غيرة على نسائه، وكذلك عندما قالوا قال عمر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذا يعني فاستجاب الله لطلب عمر فأمر الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن هذا نكتشف أنهم ينزلون من مقام النبي صلى الله عليه وآله ليرفعوا من شأن عمر. الأمر واضح وذكرنا يعني شواهد على ذلك كثيرا في ثنايا محاضراتنا المتنوعة، من أن الطائفة البكرية بشكل عام تتعامل مع أبي بكر وعمر بدرجة من التقديس تفوق احترامها وتقديسها للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فلا يجد أعلام هذه الفرقة حراجة في نسبة الخطأ أو الخطيئة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في موارد كثيرة، نسبة رذائل الأخلاق إليه، نسبة الموبقات إليه، ولكنهم على تعبيرنا يتنرفزون جدا ويصيبهم الغضب والاشمئزاز كثيرا إذا ما نسبوا شيئا من ذلك أو نسب شيء من ذلك للطاغيتين أبي بكر وعمر، وهذا الذي ذكره الأخ السائل هو من هذا القبيل. بعد ذلك اتصل إخوان وكان لديهم مداخلات جيدة بارك الله فيهم على مداخلات، منهم الأخ سمير من الدنمارك بأي حق الذي قال بأي حق بدلوا الاسم من الحجاز إلى السعودية، وجاوبت عليه تفصيليا، وكذلك الأخ أبو رضا من البحرين اللي علق وعقب على برنامج شافه وكان استضيف أحد الإرهابيين، ومن هذا البرنامج اكتشف أن عقيدة الشيخ هي عقيدة الصدق وهي عقيدة الحق. وبعدين الأخ أبو أتعب من الحجاز اتصل وهم أنتوا عقبتوا على هذه المداخلة، أنه يقول عقب على عبد الله من الحجاز كذلك يقول إذا كان الحق مع آل سعود بامتلاكهم مكة والمدينة فيكون الحق مع إسرائيل بامتلاكهم القبلة الثانية للمسلمين وهي القدس. وحيدر أبو صادق من بغداد كذلك كانت لديه مداخلة ويقول تاريخهم كان يمجد الطغاة، ومنهم المغبور صدام حسين التكريتي لعنه الله، فيحق لهم أن يأخذوا هذا التاريخ الذي يمجد طغاتهم الأقدمين وكذلك الحاليين. ويسألكم الدعاء سماحة الشيخ تسجل عندك الأخ حيدر أبو صادق. ولكن مداخلة جيدة من الأخ أحمد من جدة إن شاء الله.
الأخ أحمد من جدة اللي قال إحنا في الفترة الأخيرة لدينا تقبل إلى الشيعة بوجه خاص فكمذهب بدون أن نذكر أنهم على ضلال، فكنا نتقبلهم، فلماذا في نهج الشيخ ياسر الحبيب يضلل المذاهب؟ فكل على دين، لكم دينكم ولي دين، منهم أشعرية ومنهم يعني مثل يقصد يقول السنة أو الأشعرية يقصد يعني مختلف المذاهب، فيقول لماذا هذا الطرح؟ فليتبع يجعل كل مذهب يطرح ما عنده وله الحق بفرض أسلوبه. يعني نحن مع هذا الطرح، يعني بالعكس هذا أمر أنا نظرت له، إذا كان الأخ يستطيع فقط أن يراجع موقعنا الرسمي أظن اللي هو القطرة، أظن أن فيه كثيرا من تلك المقالات والبيانات التي توضح أننا ندعو إلى التعايش المشترك وندعو إلى أن يكون التعامل فيما بيننا وبين الآخرين على هذه القاعدة، لكم دينكم ولي دين، ولكن لا يستدعي ذلك منا أن لا نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني لابد لنا من أن نسمي غيرنا ضالين، وإلا نكون مشتركين في مؤامرة تجهيل الأمة والاستمرار في خداعها. لا نريد لهذه الأمة أن تبقى مغيبة عن حقيقة أن طائفة واحدة فقط هي التي ستنجو. النبي صلى الله عليه وآله قال كما في الحديث المجمع عليه: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فنحن نقول أننا نحن الفرقة الواحدة هذه، وأنتم تقولون نحن الفرقة الواحدة. إذا ما سكتنا عن بيان الاختلافات فيما بيننا والفروقات فيما بيننا وعن وصف بعضنا بعضا بالضلال ضمن سياق الحجاج العلمي، فإن ذلك معناه أن الأمة ستجهل الحقيقة ولن تلتفت إلى هذا الحديث، ولن يلتفت أبناؤها إلى تعيين موقفهم أنهم ينتمون إلى أي فرقة، ولن يلتفتوا إلى تعيين الفرقة الناجية أنه أي من هذه الفرق هي الفرقة الناجية في الواقع. نحن لا نريد أن نتجاوز على الواقع، كما أننا لا نريد أن نتجاوز على الحق. لا ينبغي أن يكون التعايش المشترك مذبحا للحق. الصيغة المثلى لتعايشنا هي هذه: أنه أترك لك كامل الحرية في نقد التشيع والهجوم على التشيع، انقده، ضللنا، كفرنا، هاجم معتقداتنا، وأنا لي الحق كذلك أن أفعل الشيء ذاته، ولكن لا يتعدى ذلك حدود الجدل الكلامي، لا يتعدى إلى فعل على الشارع. يعني ما تأخذ سلاح أو تأخذ حزام ناسف وتفجر نفسك في مسجد شيعي، والعكس بالعكس. نترك الأفعال على الأرض ونتعايش، ليكن جاري وهابيا وليدعو إلى وهابيته، ولأكن أنا رافضيا أدعو إلى الرفض، وكلانا نمشي في الأسواق ونتعامل مع المجتمع ويتعامل المجتمع معنا حينما نجتمع في مجلس بحث أو مناظرة أو نخرج على وسائل الإعلام، نكون طليقي اللسان. هذا هو الأسلوب الذي اعتمدته الآن الدول الغربية أو العالم الغربي بشكل عام. فتقدم العالم الغربي شاف أنه بصريح العبارة لا يمكن أن نجعل شيئا محظورا، لابد أن نطلق الحرية للناس في أن يتكلموا ويعبروا ويهاجم بعضهم بعضا، ولكن يقف عند حدود القتل، التحريض على العنف، هذه حدود مجرمة قانونا. أنا أتمنى حقيقة، أتمنى أنه يوما ما يتاح لنا الفرصة، يتاح لي أنا شخصيا مثلا أنه أذهب إلى المدينة المنورة مثلا وهناك أقف خطيبا وأهاجم أبا بكر وعمر مثلا، حرية، حرية إسلامية.
وبعد ذلك فليقم خطيب آخر ويهاجمني، ماكو مشكلة، ولكن اتركوا المجال للناس. نحن لو رجعنا إلى التاريخ، تاريخكم أنتم الذي كتبتموه، يعني أنتم لو ترجعون مع الأسف لا تقرؤون جيدا، اقرأوا مصادر التاريخ عندكم، تجدون في مراحل كثيرة من التاريخ، بل في أول يعني في الصدر الإسلامي في العصور الإسلامية الأولى حتى من عهد السقيفة، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تقال خطب ضد أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، وكان المسجد ساحة مفتوحة لكل من يريد أن يعبر عن رأيه حتى في هذه المسائل. لقد شهدنا مثلا خطبة عظيمة للمقداد بن الأسود في الهجوم على أبي بكر وعمر، وكذا أبي بن كعب، وجدنا خطبة لأبي ذر الغفاري ضد عثمان في مسجد رسول الله، بل وجدنا خطبة من عائشة ضد عثمان، اقتلوا نعثلا فقد كفر. وقبل ذلك وجدنا خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حينما هاجمت أبا بكر وعمر وكفرتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا توالت الأحداث. لماذا يمنع المسلمون من أن يعبروا عن آرائهم بصراحة في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله؟ أنت لا تحتكر الحق والحقيقة، اجعل الناس يعبرون عن آرائهم. نعم، اجعل لي منبرا في مسجد رسول الله، لماذا تخاف؟ إذا كنت أنا لست بصاحب حجة وأنت القوي، فلماذا تخاف من الضعيف؟ اسمح لي أن أتكلم وأن أنطق، ولا أضطر إلى الهجرة للبلاد الغربية، اسمح لي أن أتكلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك رد علي والناس اجعلها هي التي تحكم وتقارن. إذا كنت أنت قويا فإنك لا تخشى شيئا. أنا هنا أضمن لك أنه لو يأتي خطيب منكم ويريد أن يخطب في النجف الأشرف أو في قم المقدسة، وهما العاصمتان الحوزويتان العلميتان للتشيع، فإنا نتيح له ذلك، ما عندنا مشكلة. يعني تعال وجرب حظك، جرب واخطب، وحتى أصلا هاجم التشيع، ماكو أي مشكلة، لأنه ما دمنا نستطيع أن نرد عليك، ونحن نرى أنفسنا كبارا لا نهتز بمثل هذه الخطب والكلمات، فما عندنا مشكلة. نعلم بأنه لن يتأثر أحد من أبنائنا بخطبتك أو بكلامك، حتى وإن استخدمت بها الأسلوب الاستفزازي الذي الآن تعمد إليه قنواتكم وما أشبه، أمر عادي بالنسبة إلينا، لا نخشى شيئا لأننا نملك الثقة في النفس. ولذلك أقول لو أنه رجعت مكة والمدينة للسيادة الشيعية فسيكون ذلك في نفعكم كما هو في نفعنا، ستجدون حرية تتاح لكل المذاهب والطوائف في أن تتكلم وتنطق، لن نمنعكم شيئا. لقد كان الخوارج وهم من هم، وتعرف كيف هم كانوا متطرفين وكيف كانوا قتلة ومجرمين، الخوارج في عهد أمير المؤمنين عليه السلام في عاصمته الكوفة حيث كان هو يسكن هناك، كانوا يجاهرون بالطعن في أمير المؤمنين عليه السلام والخطابة ضده في مسجد الكوفة وأمام دار أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يفعل لهم شيئا. وكان حينما يأتي إليه الشيعة كأمثال مالك الأشتر ومن أشبه غاضبين ومتحمسين لقتل هؤلاء، كان الإمام عليه السلام يترك، كان يعني يمنعهم وينهرهم عن الرد عليهم بالسيف، وكان يقول إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وكان يوجه خطابه للخوارج أنه لكم أن لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم في الله نعطيكم من بيت المال، ولكم الحقوق والواجبات كلها ما لم ترفعوا سيفا. وقال عليه السلام، وهذه قاعدة ذهبية تعلموها من إمام العدل صوت العدالة الإنسانية علي بن أبي طالب، حين قال إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حججناهم، وإن خرجوا علينا قاتلناهم. هذه القاعدة التي نريد أن نعاملكم بها بصراحة، تسكتون نترككم، تتكلمون نحجكم، نرد عليكم بالكلام لا نرد عليكم بالسيف. إن خرجتم علينا رفعتم السيف نقاتلكم دفاعا عن النفس. مش المشكلة هي عندكم، أنت تريد أن تحتكر، أن تفرض وصاية على عقول الناس،
وتمارس إكراها على الدين خلافا لقوله تعالى لا إكراها في الدين، ولا تسمح للشيعة بأن يعبروا عن رأيهم في ديارك، وترد علينا إن تكلمنا أنت من تخرج علينا، إن تكلمنا تريد أنت أن ترفع السيف وتقتلنا. لماذا تواجه الحجة بالسيف؟ هذا دليل ضعفك، واعلم أنه لن تنتصر على التشيع بذلك. 1400 سنة جربتم أن تنتصروا على التشيع بالسيف، ما استطعتم. نعم وقعت مجازر، حملات تطهير مذهبي عبر التاريخ في الدولة البكرية، الدولة العمرية، الدولة العثمانية، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية المتأخرة، الأتراك، كل تلك الدول، الدولة الأيوبية في مصر، كلكم جربتم، دولكم كلها تلوثت أياديها بدماء الشيعة، ومارستم حملات التطهير الطائفي والمذهبي. استطعتم أن تقضوا على التشيع؟ هل اختفى التشيع؟ لم يختفي التشيع، ها هو يزداد، ها هو ينتشر، ها هو يتكاثر عدد أتباعه يوما بعد يوم حتى في دياركم. فإذا اعلموا أن هذا السلاح الذي تستخدمونه لن يجدي نفعان، لن تستطيعوا الانتصار على التشيع أو إيقاف نموه وانتشاره بالسيف. فتعالوا وتعاملوا معنا بالحجة وجربوا، ولكن لأن كبراءكم يعلمون بأنه لا حجة لديهم، وأنه لما يواجهوننا نرفع هذه الأوراق التي عرضت إحداها في بداية هذه الحلقة أو في بداية هذا البث المباشر، وأنه بسهولة نستطيع أن نفضح كذبهم وتدليسهم ودجلهم وتحريفهم، وأنهم لا يحترمون الأمانة العلمية، لأنهم يدركون ذلك فإنهم يقولون لا سبيل لنا إلا مواجهة التشيع بالإرهاب. أحسنت سماحة الشيخ بارك الله فيك. نتطرق الآن إلى أسئلة الأخ أثير الزيادي من النرويج. سؤال الأول، هل عائشة من أهل البيت وهل وردت روايات بذلك؟ يعني هذا السؤال أجبنا عنه في محاضرة مفصلة، أظن عنوانها هكذا أيضا، أنه عائشة ليست من أهل البيت عليهم السلام، ولا يشملها هذا العنوان بأي وجه من الوجوه، فعلى الأخ أن يرجع إليها لأنه لا يسعنا التفصيل. وعلى أي حال، حتى لو افترضنا أن عائشة كانت تنتسب إلى أهل البيت عليهم السلام، فإنها بعد خروجها على زعيم أهل البيت علي أمير المؤمنين عليه السلام تكون قد انفصمت تلك العلقة أو العروة التي تربطها بهم، كما انفصلت العروة مثلا بين ابن نوح وبين والده عليه السلام لخيانته وكفره. فعائشة كذلك، هذا على فرض التنزل أنها كانت من أهل البيت، وهي ليست من أهل البيت بحال من الأحوال. أحسنت شيخنا. في سؤال ثاني للأخ أثير، يقول هل الأشاعرة كفار بعد تكفير الفوزان؟ وهذا الفوزان من أعتقد من علماء الوهابية، هيئة كبار علماء الوهابية، فيقول هل الأشاعرة كفار بناء على تكفير الفوزان لهم؟ الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق ما دامت تشهد الشهادتين فحكمها حكم أهل الإسلام. نعم نعتقد بكفرهم الموضوعي، أي أنهم يوم القيامة يظهر كفرهم فيحشرون مع الكفار ما داموا لم يؤمنوا بأصول الإسلام الصحيحة، والتي منها الولاية لآل محمد عليهم السلام والبراءة من أعدائهم. هؤلاء ما داموا لم يبايعوا إمام العصر فإنهم يموتون ميتة جاهلية، والميتة الجاهلية يعني شنو؟ يعني أن الإنسان يموت كافرا في الواقع، ولكن حكمهم في الدنيا في دار الدنيا حكم المسلمين ما داموا هم ملتزمين بالشهادتين، فعلى الشهادتين تعصم الدماء
وتجري المناكح وتصان الأموال، فحكم هذه الفرق حكم المسلمين، وهذا هو معنى التعايش الذي قرره أئمتنا صلوات الله عليه. بعد عنده سؤال عن يقول البكرية والوهابية هل حكمهم هو حكم واحد؟ وتطرق إلى رواية الإمام الصادق سلام الله عليه بأن الناصب حلال دمه، فهل هذا ينطبق على الوهابية؟ نعم، البكرية والوهابية حكمهم واحد، وهم محفوظو الدم والعرض والمال، وتجري عليهم أحكام المسلمين، إلا ذلك المجرم الإرهابي الذي يسفك الدماء وينصب العداء فعليا لآل محمد عليهم السلام، فهذا بطبيعة الحال لكونه مجرما فإنه لا يكون محقون الدم. أما الوهابي العادي، حتى الوهابي فإنه محقون الدم كما فصلناه سابقا. نعم، في بعد عنده سؤال يقول أن بعض الاتجاهات الشيعية تحاول أن تقنع المسلمين والشيعة بأن أبو بكر وعمر ليسوا نواصب. هذه اتجاهات بترية منحرفة ينبغي أن تبتر عن الجسم الشيعي أو الجسد الشيعي، وينبغي أن يقال بشكل صريح لأمتنا العظيمة أن هؤلاء لا يمثلون التشيع وهم منحرفون، وهم ينتمون إلى الفرقة البترية التي تخلط بين الولاية والبراءة، وإلا فإن كلمة أهل الإسلام، كلمة أهل التشيع، هي أن أبا بكر وعمر ناصبان، مجرمان، آثمان، خائنان، كانا ينصبان العداء للنبي فضلا عن أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. هذا ما قرره علماؤنا الأقدمون، هذا ما اتفقت عليه كلمتهم طبقا للأحاديث الشريفة المعتبرة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بل إن أئمتنا كالإمام الهادي عليه السلام جعل علامة الناصبي حب وولاء أبي بكر وعمر، فكيف لا يكون أبو بكر وعمر نفسيهما، نفس يعني أنفسهما، لا يكونا ناصبيين؟ هذا هراء، وإنما يطرح ذلك المنحرفون البتريون أعاذنا الله عز وجل منهم، وجعل المؤمنين في حصانة عن التأثر بهم. أحسنت شيخنا. وبعد كان عنده سؤال عن القصيدة التي طرحتوها، واتصل أخ من الإخوان الشباب النشيطين في الاتصالات على القنوات الوهابية، وذكر بيت الشعر الذي طرحتموه، وهو على ما في بالي: كيف من ملئت عجيزته من المني بحور كيف لا يلد. فهل يقول أن هذا البيت كان لدعبل، وأين يستطيع أن يحصل على باقي الأبيات؟ هذا البيت هو لدعبل الخزاعي رحمة الله عليه، وهو أحد أفذاذ شعراء التشيع والرافضة، وأصل البيت هكذا: إني لأعجب ممن في حقيبته من المني بحور كيف لا يلد. حقيبته، عجيزته، كلاهما بمعنى واحد، لأنه يقال أيضا الحقيبة كناية عن العجيزة أي المؤخرة. ومعلوم أن دعبلا كان هجاء، وهجاء شرسا، ولعله بالغ في بعض يعني أبياته، ولكنه على أي حال فيما يتصل بهجائه للنواصب وللمعادين لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعائشة،
فإنه كان موفقا نطق روح القدس على لسانه. ويمكن للأخ الكريم أن يرجع إلى هذه الأبيات وغيرها في ديوان دعبل، هنالك ديوان مطبوع اسمه ديوان دعبل، جمع هذه الأبيات من مصادر التاريخ لدعبل، ومنها كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أو الأصفهاني، فهناك وثق هذه الأبيات كذلك. نعم سماحة الشيخ، وكان لمداخلة الأخ أثير كذلك يقول هدف الوهابية بالمسلسل هذا هو مسلسل الحسن والحسين أن يقنعون الشارع بأن لا فرق ولا خلاف ولا حروب حدثت بين هؤلاء اللي هو الإمامين الحسن والحسين ومعاوية ويزيد لعنهم الله. أضيف إلى هذا هذه المداخلة، في أخ سألني على موضوع هل يجوز أن نشاهد هذه الحلقات، يعني شرعا هل يجوز نشاهد هذه الحلقات مع يعني امتلائها بتسقيط لشخصية الإمامين وإنزالهما إلى مستوى معاوية ويزيد لعنة الله عليهما؟ يعني واضح أنه ما عدم الاعتقاد بأن هذا الذي يطرحونه هو تاريخ الإمامين عليهم السلام الحقيقي، بل مع الاعتقاد بكذب ذلك لا بأس بالاطلاع عليه. يعني نحن لا نخشى شيئا من هذا المسلسل. أنا قلت سابقا هذا المسلسل هو مجرد محاولة لإيقاف المد الشيعي بنحو ما، وقد يستفزنا يعني طبيعة الإنسان الشيعي الغيور أنه حينما يشاهد هذا المسلسل ويرى هذا الكذب الفاضح على الإمامين صلوات الله عليهما، ويرى كذلك تجسيد الإمامين عليهما السلام من ممثلين فسق الله العالم يعني من هم وكيف حالهم، فطبيعي يتنرفز الإنسان المؤمن، طبيعي أنه يشعر بنوع من الامتعاض والغضب، لأن هذا الذي يجسد هو من أقدس المقدسات عنده، وهذان إمامان معصومان سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن عموما أنا لست مع أنه الإنسان تصيبه نوبة غضبية بسبب ذلك، بل على العكس أنا شخصيا أتفكه على هذا المسلسل، وإن كنت إلى الآن لم أره، ولكني أتفكه على هذا الإسفاف الذي تجابهنا به الطائفة البكرية. وقلتها سابقا وأكررها، إن هذا المسلسل من حيث المحصلة النهائية سيكون في صالح التشيع، لأنه سيفتح الأذهان أو سيرشدها، سينبه العقول إلى أن يبحثوا في تلك الحقبة التاريخية، وحين ذاك سيكتشف أن هذا المسلسل قد حرف في التاريخ، وأن التاريخ الحقيقي خلاف ذلك تماما. وها أنا ذا عرضت لكم نموذجا في بداية هذا البث المباشر لهذه الليلة المباركة، عرضت لكم نموذجا من الكتاب الذي اعتمد عليه هذا المسلسل، وكيف أنهم جاءوا بكل صفاقة ووقاحة وتجاوز على المعايير العلمية، ضعفوا روايات هي في الواقع صحيحة لمجرد أنها تغمز وتطعن كما يقولون في عدالة من يسمونهم الصحابة. فلما يأتي ذلك الرجل الذي يكون أو هذا الشاب المثقف الذي الآن يثور على الحكومات ولم يعد يقتنع بحجج الحكومات، كذلك هو الآن في طور يعني التطور، الآن الشباب البكريين الآن بشكل عام هم في مرحلة من التطور، تتطور مداركهم عقولهم، فالآن ما عادوا يقتنعون بأمثال هذه المسلسلات وما أشبه، ولا يقتنعون بمشايخهم وقصاصيهم سواء من كانوا من الأزهر أو من كانوا من نجد أو من كانوا من الشام أو من كانوا من ما أدري الجزائر أي مكان اللي يكونون، بعد ما عادوا يقتنعون. فلذلك لما هذه المسلسلات تأتي وتحدث زخما تترك لنا المجال في أن نرد، وهذا شيء حسن، وحين ذاك يسمع هذا الشاب البكري المثقف يسمع أنه هنالك تهمة لهذا المسلسل وللكتاب الذي انبنى عليه أنه قد حرف التاريخ، فيضطر حين ذاك إلى أن يرجع إلى المصادر التي نرشده إليها،
فيكتشف بالفعل أن كلام الشيعة صحيح، وأن كبراءنا قد حرفوا التاريخ وأنهم يكذبون علينا، فلذلك يتشيعون. فلذلك أقول بأن هذا المسلسل سيكون عليهم لا لهم، فلا إشكال في مطالعته إن شاء الله تعالى والتفكه والتندر على ذلك. نعم سماحة الشيخ، في بقية دقيقتين نبيك ترد على الأخ عماد اللامي اللي كان عنده اقتراح بالتصدي لهذا المسلسل وتحريك الحكومة العراقية الشيعية على حد تعبيره لوقف هذا المسلسل الذي يشوه الأئمة. يا أخي الحكومة العراقية، اذكروا محاسن موتاكم، لا نريد أن نطعن في الحكومة العراقية لأن الطعن في الميت حرام. لا يا أخي اترك الحكومة العراقية، خليها تولي إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله مع سائر الحكومات، وإنما أنتم تحركوا فقط على المؤمنين المخلصين الغيورين أنه يعني يبذلون أموالهم ويصرفون طاقاتهم وجهودهم في إنتاج أفلام ومسلسلات وأعمال يعني فنية تجسد التاريخ الصحيح، وبذا تردون على الطوائف المعادية بأحسن أسلوب. أما حكومة عراقية شو تسوي؟ ما تسوي شيء. لا، أفضل طريقة، وإحنا طرحنا هذا الشيء سابقا، مع الأسف إلى الآن لم تتحقق الاستجابة المثلى، هنالك استجابة لكن ضعيفة. لو أنه حقيقة الأمة تساعدنا، يعني أبناء الأمة يساعدوننا ويبذلون أموالهم، نحن ننتج مسلسل يرد على هذا المسلسل ويعرض التاريخ الصحيح، وننتج مسلسل عن الزهراء عليه السلام أو فيلم عن الزهراء صلوات الله عليها وما جرى عليها طبقا لمصادر أهل الخلاف، ولا نقول حتى مصادرنا، أنه ماذا جرى على الزهراء صلوات الله عليها، هذا كافي لإسقاط أبي بكر وعمر. ننتج مسلسل مال شهر رمضان المقبل 30 حلقة بعنوان عائشة الحميراء، نعرض تاريخ عائشة بكل صراحة أيضا بناء على ما هم يرونه لا ما نحن نرويه فقط. فهذا كافي في أنه يسقط هؤلاء، ونحن لا نعتمد الكذب ولا نعتمد الهوى في مثل هذه الأمور، فعلينا نحن أن نسعى في هذا الاتجاه. أما حكومات وأحزاب وإلى آخرها، هؤلاء لا يرتجى منهم شيء، لا يرتجى منهم شيء. أحسنت سماحة الشيخ، بارك الله فيك على تواجدك معنا خلال هالساعتين وإجابتك على هذه الأسئلة، ونشكرك في نهاية البرنامج. أحسن الله إليكم. أحسنت. وما يسعني أعزائي المشاهدين في نهاية هذا البث المباشر إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.